الفلانية، انسي الموضوع. طيب ماشي، باي. ايه حلو كتير. وجعتني ركبتي بس صارت احسن هلا. لك شمي لحالة بالصالة. بس ليش فيكرانت قال لي انه ريش هنيك؟ فيكرانت؟ ليش ما جيت لجوا؟ لاني تفركشت بالطاولة وضربت رجلي. وهلا صرت منيح؟ ايه احسن بكتير. بالمناسبة لاكشمي لحالة وريشي ما كان. كيف هيك أنسي ماليشكا؟ خلينا نفوت ونتأكد. تفضلي. مثل ما بدك تفضل. ما عم ينفك، شو أعمل؟ صار لي ساعة عم حاول. ريشي في حدا جاي. تخبي تخبي. ريشي لوين؟ كنا عم ندور عليكي. اثنيناتكم؟ ايه. خلينا نسألها كيف ما نفكتوا الزواج. ايه يلا. انا ما عم بفهم كيف صار هيك. معقول؟ شي ما بيتصدق. وين راحت لاكشمي؟ من شوي كانت هون. حتى ريشي ما مبين كمان. شو بدي اعمل؟ قلن انه الاثنين اللي عم يدوروا عليهم متخبيين هون؟ لا، إذا هدول الاثنين متخبيين معناها في سبب لهالشي، لأنه مبين عليهم مناح وحبابين كتير. شو؟ آسف. بتمنى الموظفة ما تقلهم. ايه، بس احتمال هالشي يصير. لو سمحتي، انت بتعرفي وين راحت البنت اللي كانت هون من شوي؟ كمان كان في شاب لابس جاكيت بظن كان عم يسألك عن شوية مجوهرة. تعرفي لوين راحوا؟ ايه متذكرتهم. ايه لو سمحتي قليلنا وينهم؟ ليكي، عن مين حكيتوا من شوي؟ حكينا؟ نحنا؟ ايه، ما كنتي عم تحكي مع زميلتك؟ أنا بصراحة فكرت إنه عنا كنتوا عم تحكوا. أبداً مدام، يعني ليش نحنا لحتى نحكي عنكم؟ آسفة إذا حسيتي بهيك شي، بس نحنا كنا عم نحكي بشي شخصي. عن جد؟ هن الاثنين راحوا، ما بعرف لوين، أنا ماني شايفتهم. طيب الشاب ما كان، بس البنت كانت صح؟ لا الشاب كان، هو بيعرف، شوي قلت له. طيب متأكدة إنه الشاب اللي كان هون مو البنت؟ إيه، طلع من هون بعد الأستاذ دغري. بس ما بعرف البنت وينها. طيب بتعرفي وين راح هذا الشاب بعد ما طلع من هذا القسم؟ إيه هو طلع لبرا. طيب وإمتى أجت البنت لهون؟ أنا ما بعرف إيمت، لأنه ما كنت. أنا بحبك. ريشي هالشي غلط؟ لا مانو غلط. كل شي بالحب حلو لاكشمي. ما فيني بعد عنك أبدا. كل شي كان منيح كتير وكان بدي زوجك وتزوج ماليشكا كمان، بس هلا ماني عارفة. ما في شي منيح وماني قدران بعد عنك ولا دقيقة. صعب كتير. ريشي بترجاك، هالشي صعب علي أنا كمان. تركي. لا لا لا، ما فيني أتركك. ريشي ما في تروحي لاكشمي، ما في تروحي. ما رح أتركك، ما رح أتركك، ما راح اتركك. لو سمحتي رجاء لاكشمي، انا ما فيني اتركك. لا لا ما في. تعال شبهك. ايوش شو عم تعمل بعد؟ عن جد سخيف. ايوش لاكشمي وريشي صار لهم زمان ما لهم مبينين، وين راحوا هدول؟ لو سمحتي لا تفكري بهاي الطريقه، بالعكس هذا الشيء منيح، المهم انهم مع بعض هلا. مو انت بدك هيك؟ ليش عم تاكلي همهم؟ ليش؟ انا مو همي هنن، أنا بس أكلي هم فيكرانت وعيلته. خايفة يصير مشكلة من ورا هذا الموضوع. عم تسمع؟ إيه وشو بدنا نحنا؟ شو بدنا فيهم؟ مو هذا الشيء اللي بدنا إياه؟ إذا بيكونوا مع بعض بتصير مشكلة وبيلتغى العرس ونحنا هيك بدنا شالوه. ما تأكلي لا. هم كيف لا؟ شو قصدك لا؟ يعني معقول؟ شالوه؟ أنت صرعتي راسي بهي القصة.
إنه لازم يفسخوا الخطبة وما يتجوزوا لاكشمي وفيكران، لازم يتركوا بعض، وريشي ولاكشمي لازم يرجعوا لبعض، وهلأ جاي عم تقولي لا. أيوش اسكت. لا اسكت اسمعني شو رح أحكي معك. إيه طبعا لازم يفسخوا الخطبة وما يكملوا هذا العرس، بس مو هيك، ما لازم يحكوا عليهم بشي سيء، سمعت؟ فهمتني؟ آه إيه مزبوط، صح صح صح، معك حق. بعرف من صغري بعرف كل شي. شفتي حالك؟ انبسطتي؟ إذا بمدحك شوي بتوثقي بحالك زيادة، أنا مشان هيك ما بمدحك شالو. يعني ما بستاهل حكي حلو؟ وكل شي حلو. أيوة شكراً لإلك. لا لا أنا ما مدحتك، أنت جبرتيني أعمل هيك شالو. شو ما كان الحكي حتى لو انجبرت تمدحني، بس المديح بضل مديح. سكتي. شو هاد؟ شوفي. استني استني أيوش. لحظة، شو؟ أنت عم تضبطوا الزواج إلنا؟ بس نحن ما اخترنا. بلا إلكم. لا لا ما فهمت علي، أنا جيت لعندك مع الشخص يلي اختار الطوق، مو هاد يلي اخترنا. بعرف إنكم جايين مع بعض. إيه نحن عائلة وحدة. إيه بس هو إجا وعطاني إياها وقال لي كمان اكتب معها رسالة. رسالة؟ إيه عن جد؟ شو هالرسالة؟ نحن محضرين هالكروت مشان الرسائل ومنستعملهم حسب رغبة الزبون. آسف آسف بعتذر. صار لنا ساعة منحاول نفك الطوق، شوفي كيف نفك بسهولة. شوفي غريب طوق هالزواج، ما بعرف شو عمل فيني عن جد. قولي لي شكرا لأنه نفك ولا شو؟ شكرا. اهلا وسهلا. لاكشمي قليلي صار لك شيء؟ ها؟ لا